والصدارة حسينية، أوكي ولا مش أوكي؟ ألف ألف مبروك للحسين، اليوم الحسين قبض على الصدارة. الحمد لله رب العالمين، البداية كانت شوي صابة، بعدها اللعبة إنا بالشوط الأول والثاني، الحمد لله رب العالمين، وكثير ناس حكت إنه الوحدات رح تمسح فيكم الأراضي، ردي كان عليكم في الملعب، وهيني أنا رديت عليكم، والصدارة حسينية، أوكي ولا مش أوكي؟ كله قلنا لا للفيصلي ولا للوحدات، وإذا مش خاوة ما ودنا إياها ترجع الآن. إن شاء الله الحسين تألق، الحسين أدى رغم مرضية الملعب المشبع بالمياه، ألف ألف مبروك لنادي الحسين. شمل الكأس سيدي، شمل الحسين أربد غزاة الشمال. شكرا. مهم جدا جدا لنا، وإن شاء الله راح نحقق الدوهي والقادم أفضل وأعظم إن شاء الله. الفوز مستحق والله العظيم، بس القادم إن شاء الله راح نكون كلها انتصارات بإذن الله، يمكن ناخذ اللقب إن شاء الله بإذن الله. شكرا. أول صح ما قدمناش والوحدات كان أفضل، بس الشوط الثاني الحمد لله رب العالمين الله وفقنا. بنشكر الإدارة بنشكر اللاعبين على المجهود اللي بذلوه. الحمد لله مبروك فوز الحسين، يعني لغاية الهدف الأول كنا نلعب ممتاز وقدمنا مباراة ممتازة، الوحدات بعد الهدف يعني لعبوا كويس، ولكن الشوط الثاني من بدايته لنهايته تسيدوا فريق الحسين بأداء وبفرص، وكانت ضربات الجزاء مستحقة، الحمد لله الفوز وإن شاء الله الدوري إن شاء الله. اليوم كان على فكرة لعب ممتع 100%، الحسين يستحق الصدارة، وإن شاء الله الآن 75% ضمن الدوري. ومشكورين يا سرايا، مشكورين لتغطيتكم. إيش اسم الكريم؟ يوسف. الله يعطيك العافية، شكرا نادي الحسين، شكرا الجهاز الفني، شكرا عمرو أبو عبيد، الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية. احنا بنقول صدارة حسينية، بيستاهل بيستاهل اللعب هذا الحسين، حرام بيستاهل الدوري لانه لعب ما شاء الله عليه. الله يعطيكم العافيه، لعب بجنن، لعب بجنن، والله يعطيهم العافيه، والجاي والجاي اكثر راح تشوفوا كمان، الجاي اكثر. حسين بالصداره، تحياتي لسرايا. واحد بجمهور نادي الحسين على اللعب العظيم، لازم كان اداء احسن من هيك، وهارد لك لاخوان نادي الوحدات، هارد لك، وان شاء الله الدوري حسيني باذن الله. مبروك لنادينا الكبير، واحنا اخذنا 3 نقاط من الفريق الكبير، وان شاء الله الدوار الدوري على الدوار باذن الله، ويحتفلوا معنا الوحداتيه اولاد اربد. تحيه لنادي الحسين، فريق عريق وفريق يستاهل الفوز، والوحداتيه برضو لعبوا حلو. الوحدات لعب بس الحظ ما حالفه. 2-1 صح انه الحسين كان بالملعب شوي، بس ان شاء الله ان شاء الله المره الجايه نشوفه بافضل حال، والصداره ان شاء الله حسينيه باذن الله. اول كلمه بقول انا هسه بشجع الوحدات، بس انا بقول الف مبروك الف مبروك لمنتخب الحسين، هاي كلها لعبه وما فيش داعي نطاوش لانها كلها لعبه، وتحياتي للفوز. بإذن الله على 3 نقاط، وإن شاء الله الدوري للأصفر بإذن الله، وهارد لك للوحدات، ونضلنا أخوان وحبايب، وألف مبروك للحسين. شكرا. أول إشي إخواني القبضة لنا والدوري كله لنا، ويا وحدات لا تهتم، الفوز راح لأولاد إربد بس، كله لنا سيدي، أوكي ولا مش أوكي؟